موضوع آخر للأستاذ الحبيب مهني، سفير فريق النمو لمؤسسة ويكيميديا، هو إداري على ويكيميديا كومنز وويكيميدي تونسي منذ سنة 2010. يقدم لنا من خلال هذه المداخلة موضوع تقديم لمزايا النمو لاستباق الوافدين الجدد في ويكيبيديا، وكأننا لسنا ببعيدين عن الموضوع، سنبقى في ذات الإطار. كيف ستكون هذه المزايا؟ كيف سيكون استقبال الوافدين الجدد في ويكيبيديا؟ أسئلة أخرى سيجيب عنها الأستاذ الحبيب. تفضل. شكرا جزيلا. هل الصوت واضح؟ نعم جيد. شكرا أخ كمال. أشكر فريق ويكيبيديا العربية لاستضافتي ولتقديم ولطرح هذه الفرصة لي للتحدث على مزايا النمو. شكرا جزيلا بالحضور. هذه الدخلة سأقدمها مشاركة مع زميلي عباد ديرانية في بعض المواقع من هذه المداخلة، وستحدث عن إحصائيات بعض الأرقام تخص ويكيبيديا العربية والمستخدمين في ويكيبيديا العربية بالأرقام. حسنا، مزايا النمو. قبل كل شيء أقدم نفسي. شكرا أخ كمال على التقديم. أنا متطوع في مشاريع ويكيبيديا منذ سنة 2010، واسم مستخدم ميديولف 77، ولكن من سنة 2019 تحديدا من ماي انضمنت إلى فريق النمو من مؤسسة ويكيميديا للعمل على نشر ميزات ومزايا فريق النمو في المجتمع العربي. وسأشرح لماذا اختاروا مجتمع عربي وويكيبيديا العربية بصفة خاصة لتجربة هذه المزايا. إذا ستكون هذه المداخلة من 5 أجزاء. أولا سأتحدث لماذا فريق نمو، ثم أخي عباد سيتحدث عن نمو المساهمين الجدد في ويكيبيديا العربية بالأرقام. بعدها سأتحدث عن المزايا الحالية والموجودة حاليا في ويكيبيديا العربية، وبعدها عن المزايا المستقبلية التي نحن في طور في 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 صدد تطويرها الخاصة بمزايا النمو، وأخيرا سأتلقى أسئلتكم. عفوا. إذا لماذا فريق النمو؟ إذا نلاحظ أن عندما يقوم الأشخاص بالدخول إلى ويكيبيديا ويقومون بإنشاء حساب، هنالك بعض الحواجز التي تمنعهم من الاندماج في العمل في ويكيبيديا العربية أو في ويكيبيديا بصفة عامة. أهم هذه الحواجز هي حواجز تقنية، مثلا كيف أضيف صورة أو كيف أضع الانفو بوكس الصندوق الوصف، كيف أضع صورة، هي مشاكل تقنية أولا. ثم مشاكل مفاهيمية، كنتم تحدثتم في المداخلة التي سبقتني عن الملحوظية، هنالك بعض المشاكل لا يفهمها الوافدون الجدد أو المستخدمون الجدد. مثلا أنا أرى هذه الشخصية مناسبة، لكن لماذا لا تقع ولا يوجد لها مقال على ويكيبيديا؟ وأخيرا هنالك حواجز ثقافية، أي في المجتمعات يرى بعض المستخدمون أن المستخدمين في ويكيبيديا هم قاسون، ويقصون على الوافدين، ويقصون على المساهمات الأولى، ودائما ما يتذمرون عن حذف مقالاتهم وصورهم إلى غير ذلك. إذن هذه الحواجز تمت دراسة في بين سنتي 2017 و2018. تمت دراسة وبحوث في كل من كوريا الجنوبية وتشيك على هذه الحواجز فيما يسمى New Editor Experiences، أي تجارب المستخدم الجديد. وتجدون رابط هذا البحث ومخرجاته في الرابط في ميديا ويكي New Editor Experiences. إذن هذا المشروع البحث أدى إلى تحديد هدف أول وهدف هام جدا
في العمل الويكيبيدي. هذا هدف يتمثل في تنويع المساهمين ونموهم لكي توفر ويكيبيديا كل المعارف للجميع في العالم، وهذا هو الهدف الأول لويكيبيديا ومشروع ويكيبيديا. نحتاج إلى تطور كبير في عدد المساهمين وتنوعهم. التطور في العدد والتنوع هو من حقيقة من الهدف الذي سيمكن من توفير كل المعارف للمجتمعات بلغاتهم. ومن هذه الفكرة جاءت فكرة فريق النمو الذي أسس في شهر 7 من سنة 2018، أي بعد هذا البحث. فريق النمو في مؤسسة ويكيميديا يتضمن 12 عضوا من مديرين ومهندسين ومطورين وأربع سفراء، أي سفراء الفريق في ويكيبيديات. اختار الفريق في أول أمر أن تكون الويكيبيديات ذات حجم متوسط، لم يريدوا أن يقوموا بهذه الاختبارات على ويكيبيديا حجمها كبير مثل الويكيبيديا الألمانية والإنجليزية، لكن اختاروا الويكيبيديا العربية والتشيكية والبنغالية والفيتنامية في الوقت الحالي، كانت فيما مضى مع الكورية والتشيكية، لكن في الوقت الحالي الأربع ويكيبيديات النموذجية التي تتم فيها تجربة المزايا النمو هي العربية والتشيكية والبنغالية والفيتنامية. لأن أيضا أمر آخر يخص ويكيبيديا العربية هو نمو المستخدمين بصفة كبيرة في هذه الويكيبيديا، ومن خصوصيات أيضا ويكيبيديا العربية هو استخدام استعمال المستخدمين للهاتف الجوال الذي هو من أكثر الأجهزة استعمال في ويكيبيديا في العالم أجمع. إذن أول هذه الويكيبيديا هي أول من قام بتجربة الأدوات، وهؤلاء السفراء هم في اتصال وثيق مع المجتمعات ويقومون بإبلاغ المجتمعات بكل جديد في هذا الفريق. أترك الفرصة الآن والمجال إلى زميلي عباد ليحكي عن نمو المساهمين الجدد في ويكيبيديا العربية. تفضل أخي عباد. شكرا لك حبيب على التقديم وعلى الفرصة لكي أشارك في هذه المداخلة. بصراحة أنا سعيد بالحديث هنا لسبب هو أني مهتم بصراحة بأمر المساهمين الجدد في ويكيبيديا العربية خصوصا، وكنت أتابع باهتمام ما يقوم به زميلنا حبيب من جهود مع فريق النمو في هذا المجال، ولذلك أعتقد أنه من المناسب عرض بعض الإحصاءات هنا للتوضيح. هذه الإحصاءات هي جزء من دراسة أوسع بقليل قمت بنشرها بمناسبة يوم ويكيبيديا العربية، وربما رأها بعضكم على ويكيبيديا، وسوف تكون إن شاء الله هناك جلسة للحديث بشكل موسع أكثر عن مختلف هذه الإحصاءات خلال 40 دقيقة تقريبا في نفس هذه القاعة. ولكن ما وددت الحديث عنه الآن هو بعض الإحصاءات التي تهمنا بشكل خاص في سياق الجدد في ويكيبيديا العربية، لأنها تظهر بعض الأمور التي توضح الحاجة الماسة بصراحة للمشروع الذي يقوم به زميلنا حبيب، وللضرورة الشديدة لكي يهتم المجتمع أكثر بهذا الأمر. فلكي نظهر بعض الإحصاءات سوف أبدأ بموضوع عدد المساهمين الجدد شهريا حسب نسخة ويكيبيديا. هذه النسخ مرتبة حسب عدد المساهمين فيها من الأعلى إلى الأقل، فالإنجليزية هي الأعلى طبعا في عدد المساهمين الجدد شهريا، وبعدها تأتي النسخ الأخرى بالترتيب. للتوضيح هذه الإحصائية بصراحة عمرها 3 سنوات تقريبا، هي ليست إحصائية جديدة بما يكفي، والسبب في ذلك هو أنه إحصاءات الجدد لم تكن متوفرة إلا عبر إحصائيات ويكيستاتس القديمة، وهي النسخة القديمة من موقع الإحصاءات الخاص بويكيميديا. للأسف فإن النسخة الجديدة ليست فيها إحصاءات عن القادمين الجدد، ولم أستطع الوصول إلى هذه الإحصاءات حتى الآن، ولكن أتمنى مستقبلا أن أستطيع العثور عليها. لذلك حتى الآن سوف أتحدث بصيغة الماضي، ولكن أعتقد أن هذا الماضي قد ينطبق بشكل كبير على الحاضر أيضا الذي نحن فيه الآن، وهذا أيضا ما يشير إليه عمل زميلنا الحبيب. فإذا نظرنا إلى ترتيب ويكيبيديا العربية في عدد المساهمين الجدد، نرى كما يشير زميل
جميل حبيب أنها تأتي في المرتبة رقم 11، وهذه ليست مرتبة سيئة من حيث المبدأ. عدد المساهمين الجدد في كل شهر في ويكيبيديا العربية هو 200 تقريبا. مرة أخرى، هذا الكلام قبل 3 سنوات، وقد يكون تغير قليلا الآن، ولكن العدد ليس بعيد جدا عن عدد المساهمين الجدد في النسخ الكبرى من ويكيبيديا من ويكيبيديا، فهو في الحقيقة ليس عدد سيء. مع توضيح أن المساهم الجديد هنا تعريفه هو فيما أعتقد شخص قام بما لا يقل عن 5 تعديلات في آخر 60 يوما ولم يكن له تعديلات قبل ذلك. لو سمحت حبيب بالانتقال إلى الشريحة الأخرى. شكرا. هنا إحصاءات معقدة بعض الشيء، وأعتذر أنه لم يكن لدي الوقت الكافي لكي أضعها في قائمة شكلها أوضح أو أسهل للقراءة، ولكن ما يهمنا هنا هو أن هذا عرض زمني لكيفية تغير عدد المساهمين الجدد في كل نسخة من ويكيبيديا منذ إنشائها وحتى آخر تاريخ كانت متوفرة فيه الإحصاءات، وهو في سنة 2018. فكما نرى هنا، هناك تغير عدد المساهمين الجدد سنويا، وهناك أيضا نسبة التغير سنويا، والنسبة الإيجابية تظهر باللون الأخضر، وأما النسبة السلبية فباللون الأبيض. وإن نظرنا إلى ويكيبيديا العربية وهي في أسفل القائمة، نجد أنه ويكيبيديا العربية هي فعليا من النسخ التي تعيش حاليا في فترة نمو إيجابي، وهذا أمر نادر، لأنه فعليا وكما قد تكونون سمعتم من قبل، فمجتمع ويكيبيديا العالمي وصل إلى قمة نموه وقمة حجمه ونشاطه قبل تقريبا 10 سنوات. وفي الحقيقة فإن معظم النسخ الكبرى لويكيبيديا هي تعيش في حالة انحدار منذ ذلك الحين. في الحقيقة هو أمر مميز بحد ذاته أن المجتمع العربي، رغم أنه مجتمع صغير نسبيا أو متوسط الحجم كما قال حبيب، ولكنه في الحقيقة ينمو، والنمو بحد ذاته هو أمر إيجابي ومميز ضمن نسخ ويكيبيديا. فمعظم النسخ الكبرى هي في حالة انحدار وتقلص بطيء، وعدد المساهمين الجدد فيها يتناقص كل عام. وأما في العربية فنجد أن عدد المساهمين الجدد ينمو، بل وهو من الأسرع نموا، فإن ظننا في هذه القائمة يأتي المجتمع العربي مباشرة بعد المجتمع الفارسي في نسبة النمو. وهذا قد يبدو أمر إيجابي للوهلة الأولى أو أمر مبشر بالمستقبل، للأسف هناك جانب آخر من هذا الأمر. لو ننتقل إلى الشريحة الأخرى. شكرا. هنا تظهر مرة أخرى النسبة المئوية للنمو، ولكن على شكل رسم بياني، فهو نفس الجدول السابق، ولكن حاولت أن أجعله بصري أكثر، لكن الخطوط كثيرة، لذا قد يكون من الصعب أن نرى المجتمع العربي، ولكن بالاختصار هذه نفس إحصاءات الشريحة السابقة. ولكن الآن سوف ننتقل إلى الجانب المظلم أكثر، وهو في الشريحة التالية. إن أردنا النظر إلى عدد المساهمين، فليست مشكلتنا الوحيدة هي في نسبة النمو، ولكن أيضا نريد أن ننظر إلى العدد. من ناحية العدد، فعدد المساهمين في ويكيبيديا العربية، عدد المساهمين الجدد كل شهر في ويكيبيديا العربية ليس سيء بحد ذاته، هو كما قلنا 200 في الشهر تقريبا، ولكنه في الحقيقة يبقى يعني تقريبا الثلث عدد المساهمين الجدد في بعض النسخ الكبرى، فهو أقل منها. ولكن نرى من هذا الرسم أنه هناك تقارب بطيء، فالمجتمع العربي تزداد سرعة نموه، عدد المساهمين الجدد ليس فقط، يعني الفكرة ليست فقط أننا نحصل على المساهمين الجدد كل شهر، وإنما أن عدد المساهمين الجدد شهرا بعد شهر يزداد أيضا. فشيئا مع الوقت نرى من هذا الرسم أنه المجتمع العربي يقترب بعض الشيء من النسخ الأخرى، ولكن إن أردنا أن نعرف الانعكاس الحقيقي لعدد المساهمين الجدد، يجب أن نعرف كم من هؤلاء المساهمين يبقون في ويكيبيديا. فنحن لا نهتم فقط بكم شخص جديد يأتي إلى ويكيبيديا العربية كل شهر، وهو عدد كبير كما نرى، يهمنا أن نرى كم منهم سوف يقرر أن يبقى وأن يكون جزء من هذا المجتمع، وهو ما نراه إن درسنا عدد المستخدمين النشطين في ويكيبيديا، ودرسنا تغيره عبر السنوات، وهو في الشريحة الأخيرة. عدد المستخدمين النشطين أمر مهم جدا. المستخدم النشط هو المستخدم الذي لديه 5 تعديلات على الأقل في آخر 30 يوم، وهو يعبر عن المجتمع الرئيسي لويكيبيديا أو المساهمين الرئيسيين في كل نسخة من نسخ ويكيبيديا. وما قد نتوقع في الوضع الطبيعي هو أنه كلما زاد عدد المساهمين الجدد سوف يتحول هؤلاء المساهمون أو نسبة معينة من هؤلاء المساهمين إلى مساهمين دائمين في ويكيبيديا. فيفترض أنه حينما يكون لدينا مثلا 200 مستخدم جديد شهريا، على الأقل 4 أو 5 أو 6 من هؤلاء سوف يصبحون مساهمين نشطين على المدى الطويل في ويكيبيديا العربية. ولكن ما نجده حين ننظر إلى هذا الرسم هو أن التغير في عدد المستخدمين النشطين في النسخة العربية في الحقيقة هو تغير بطيء جدا، بل وإن النسخ الأخرى تنمو
بسرعة أكبر من ويكيبيديا العربية. وقد يبدو للوهلة الأولى هذا الأمر متناقض مع ما قلته سابقا، لأني قلت أن عدد المساهمين الجدد في ويكيبيديا العربية يزداد أكثر من النسخ الأخرى، ولكن النقطة هي أنه حينما تكون إن كان هنا النقطة هي أنه هناك زيادة في عدد المستخدمين الجدد، ولكن معظم هؤلاء المستخدمين لا يبقون ولا يصبحون مساهمين نشطين. لذا فعليا فإن نسبة الزيادة في عدد المساهمين النشطين لدينا هي واحدة من أسوأ النسب بين كل الويكيبيديات رغم العدد الكبير من المستخدمين الجدد. لذا فإننا نرى عدد كبير من المساهمين الذين يدخلون إلى ويكيبيديا العربية والذين يخرجون منها مباشرة بعد دخولهم بدون أن يهتموا بالبقاء أو بالقيام بالتعديلات. أنا أعرف أني بدأت بالخروج عن وقتي، سوف أتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى في جلسة أخرى، وأيضا أنصحكم بالنظر إلى جلسة مارك ميكيل، وهو باحث قدم تقديم قبل يومين في نفس هذا الموضوع في مؤتمر ويكي عربية، تحدث فيه بالتفصيل عن مسألة استقطاب المساهمين في ويكيبيديا العربية. الكلمة لك الحبيب، وعذرا إن أخذت أكثر من وقتك. لا مشكل، شكرا جزيلا أخي عباد. إذا المشكل هو كيف نستبقي ونضع الإطار المناسب للموافدين الجدد ليبقوا ويمضون أكثر وقت على ويكيبيديا ويقومون بالتعديل والمساهمة في ويكيبيديا. إذن طور الفريق بعض المزايا، وسأعرض عليكم حاليا المزايا الحالية لفريق النمو الموجودة حاليا في ويكيبيديا العربية. هذه الأرقام وهذه المزايا هي بتاريخ شهر أغسطس 2021، أي صارت بعدها بعض التحديثات لكن سأمر عليها. إذن من أهداف مزايا النمو هي جعل وإنشاء حزمة من الأدوات التي ستمكن الوافدين الجدد من الحصول على مساعدة أثناء قيامهم بخطواتهم الأولى في ويكيبيديا. هذه الأدوات شغالة على كل من الجوال، وهذا أمر هام جدا، وسطح المكتب أي النسخة العادية من الإنترنت، وتجدون أكثر تفاصيل على صفحة Growth في ميديا ويكي، وهي مترجمة بمناسبة للغة العربية. إذن أول ما قام به الفريق هو استطلاع للرأي، استطلاع واستبيان ترحيبي، أي حال ما يقوم المستخدم أو الشخص بإنشاء حساب جديد يخرج له عند قيامه بالتسجيل استطلاع، وهدفنا منه في الفريق هو فهم هدف الناس من إنشاء حساب في ويكيبيديا. لماذا قمتم بإنشاء حساب في ويكيبيديا؟ مع بعض الأسئلة، مثلا ما هي مواضيع الاهتمام لديكم، أو ما هي اللغات التي تستطيعون التحدث بها إن قمنا بعد مدة بوضع الترجمة من المهام التي سنوفرها للوافدين الجدد. إذن هو استطلاع نفهم من ورائه هدف الناس من إنشاء حساب على ويكيبيديا، وخاصة في ويكيبيديا العربية. ثانيا وأهم شيء بالنسبة لدينا هو لوحة المستخدم، أي المستخدم الوافد الجديد الذي لا يكون له أي تعديل في ويكيبيديا، حين يقوم بإنشاء حساب سوف يظهر له لوحة مستخدم هي حذو الصفحة الخاصة بالمستخدم، أي سيكون اسم المستخدم هي بالأحمر، وأي شيء وعندما يقوم بالضغط أو بالمرور إلى الصفحة الخاصة به ستظهر له هذه الصفحة التي سيبين به كل الموارد الموجودة فيها. إذن أول مورد هو التأثير، أي إذا قام المستخدم ببعض التغييرات ستظهر له المقالات التي قام بالتعديلات فيها وعدد المشاهدات لهذه المقالة. بالطبع إذا كان أول شيء قام به هو إنشاء الحساب سيظهر هنا صفر، وسنحثه على القيام بالتعديلات، وكل مرة يقوم بها بتعديل ستظهر له عدد التعديلات ومدى مشاهدة وكيف يشاهد الناس هذه التعديلات، وهو للتحفيز تحفيز المستخدمين الجدد على القيام بأكثر بالتعديلات. ثانيا هناك وحدة، وهي وحدة الإرشاد، التي ستمكنه من الاتصال مباشر مع مستخدم خبير، وهذا المستخدم سيرد على أسئلته بصفة مباشرة، أي المستخدم الجديد لا يعرف كيف يذهب إلى صفحات النقاش، لا يعرف كيف يضع نقاش، كيف يدخل النقاش. سنسهل عليه الأمر وسنضع له وحدة خاصة بالإرشاد، أي سنضعه اسم مستخدم، تعديلات هذا المستخدم الخبير، نشاطه وعبارة ترحيب بهذا المستخدم
وزر يضغط عليه المستخدم الجديد الوافد الجديد ليسأل مرشده سؤالا مباشرا دون المرور إلى صفحة النقاش، وهو ما سيضع هذا الوافد الجديد مع المرشد. إذا نحن نعول كثيرا على المرشدين، وفريق الإرشاد في ويكيبيديا العربية هو فريق مهم جدا وهو يقوم بمجهود جبار، وبهذه المناسبة أريد أن أشكرهم جميعا على كل ما قاموا به في ويكيبيديا العربية للرد على الأسئلة. إذا المستخدمون الجدد يبدون تائهين ويبدون متعطلين أثناء تحريرهم، لا يعرفون ويجدون أنفسهم أمام طريقة مسدودة، لذلك نحن نقوم بالخطوة الأولى، نقترح عليهم الاتصال بالمرشد. ومن مخرجات البحث مع تجارب الوافد المستخدمين الجدد أن الوسطاء هم الملهمون والموثوقون لهم ولهم قدرة اتصال جيد، هم رصيد مهم في استقطاب المحررين الجدد ودعمهم، ولهم القابلية لجعل هؤلاء الوافدون يبقون في ويكيبيديا. أرجع إلى لوحة المستخدم، هنالك مكان نضع فيه صفحات المساعدة الأكثر استخدام في ويكيبيديا، إذا كيفية إنشاء مقالة، كيفية تصحيح خطأ، ويقوم الوافد الجديد بالضغط على هذه روابط المساعدة للمرور إلى صفحات المساعدة، وهي هامة جدا في تعليم وتثقيف الوافدين الجدد في كل ما يهم ويكيبيديا. وأيضا هنالك لوحة المستخدم وحدة تدعو المستخدمين الجدد إلى القيام بالتعديلات. التعديلات هذه ستوضع في جانب كبير من الصفحة، وفيها ملخص للمقالة مع صورة إن وجدت في المقالة ونوعية المهمة، ومن هذه أو قبل المهام سيحدد الوافد الجديد ما هي المواضيع التي يهتم بالكتابة عنها. هنالك وضعنا مواضيع خاصة الثقافة، تاريخ والمجتمع، علوم وتكنولوجيا ورياضيات، المناطق الجغرافية، ويختار كل من هؤلاء الوافدين الجدد الموضوع، والمقالات التي تخرج له ستكون ضمن هذه المواضيع. وبعد تحديد الاهتمامات فيحدد مستوى التعديلات، أي ستكون تعديلات إما سهلة أو متوسطة أو صعبة. التعديلات السهلة حاليا هنالك تحرير النسخ، أي كيفية إصلاح الكتابة والنحو والتنقيط، وهنالك أيضا إضافة روابط بين المقالات وهي الميزة الجديدة التي ستحدث عنها. هنالك نوعية تعديلات متوسطة، أي البحث عن المراجع. نوعية تعديلات متوسطة أيضا هي تحديث المقالات، أي إذا كانت المقالات قديمة نوعا ما وأرقامها أو تحتاج إلى تحديث، سوف يقترح عليها البرنامج أو الآلة المقالات التي يجب تحديثها. وهنالك مستوى صعب وفيه توسيع المقالات القصيرة، أي كتابة أكثر فيها. وتلاحظون هنا أن إنشاء مقالة جديدة هي من أصعب المهام، لذلك لم نرد أن نضعها في ضمن أو وضعناها لكن هي غير مفعلة، ليس فعلها، لكن إذا أراد فعلا أن يقوم بإنشاء مقالة جديدة سوف نضعه في أو نضع رابط إلى ربما لست متأكد، لكن ويكيبيديا مقالتك الأولى، أي صفحة التي ترشده إلى إنشاء مقالة أولى في ويكيبيديا. إذن هذه التعديلات المقترحة، عندما يضغط الوافد الجديد على مقالة ليقوم بالتعديل فيها سنضع له لوحات، وهذه اللوحات هي ستعينه في وستوجهه في هذه المهمة. مثلا في مهمة تحرير النسخ سنضع هنا نصائح سريعة للبدء في هذا التحرير، مثلا كيف يضغط على زر عدل وماذا يفعل إلى ذلك، وهي من 1 إلى 6 وتمر آليا عندما يبدأ في التحرير. إذن ستعمل هذه وحدة المساعدة على توجيه الوافدين الجدد في أثناء قيامهم بالتعديل.
ايضا في لوحه المستخدم هنالك في الجزء العلوي سنضع بعض الرسائل الخاصه في ويكيبيديا العربيه، مثلا عندما كانت هنالك حمله او مشاريع مثل مشروع المعرفه، سنضعه رابط هنا كيف يتجه مباشره الى المشروع او الى الحمله، لانه ربما سيقوم بانشاء حساب للدخول في المسابقه، وعندما يقوم بالحساب سيرجع الى صفحته الاولى او الصفحه الاولى، لكن لا يعرف كيف يرجع الى صفحه المسابقه. لذلك وضعنا هنا رساله ستمكنه من الذهاب مباشره الى صفحه المشروع، وهذه الصفحه يمكن تغييرها حسب الحاجه. وهذه الحاجة من الأدوات الحالية. هنالك صفحة خاصة بالإداري وإداري الواجهة في ويكيبيديا العربية، ويختار المجتمع ما هي الميزات ما هي المزايا التي يريد أن يتركها في لوحة الوافدين أو حذفها أو تعديلها أو غير ذلك، وهي موجودة في هذه الصفحة الخاصة بالإداريين. إذن هل نجح الأمر؟ وربما سأتحدث عن الأرقام. أخ عباد تحدث عن سنة 2018، لكن بعد نشر مزايا النمو تحصلنا على أرقام أخرى. من أهم هذه الأرقام أن احتمالات أن يقوم الوافدون الجدد بتعديل من أول هي نمت بنسبة 11.6%، أي بعد إنشاء الحساب الوافد الجديد سيقوم بتعديله الأول، زاد أو احتمال أن يقوم بتعديل الأول زاد ب 11.6%. منهم هذه النسبة التعديل البناء الأول سيكون بنسبة 26.7%. إذن التعديل البناء أي تعديل سيكون في اتجاه النهوض بالموسوعة والمساهمة الفعالة في الموسوعة. وهنالك أيضا احتمال كبير، الأرقام هي في صدد التحصيل عن الاحتفاظ بهم كمحررين واستبقائهم، أي يبقون ويستمرون في التحرير. عدد التعديلات التي أجروها خلال الأسبوعين الأول في الويكي على الويكي هي زادت ب 22%، وعدد استرجاع التعديلات هو نفسه تقريبا، وهذا أمر ربما سنعمل على تقليل منه. كل هذه الأرقام موجودة في صفحة ميديا ويكي نيو تي، موجودة هنا. إذن يمكن أن نقول أن هذه المزايا هي نجحت، وحتى بنسب تبدو ضعيفة لكن هي ليست ضعيفة، هذه النسب هي هامة وهي مشجعة وتدفعنا في المضي قدما في تطوير المزايا المستقبلية التي سنعمل عليها. هذه المزايا هنالك من نشرت في ظرف او في الشهر المنقضي، ومن اهدافها هذه المزايا هي مساعده المرشدين اي من تطوع في الارشاد وتطوع الاجابه عن الاسئله. سنقوم بانشاء صفحه خاصه بهم، سنوفر المزيد من المهام الاخرى الى الوافدين الجدد، ومهام ايضا اسهل للقيام بها، ونريد أيضا أن ننشر هذه المزايا في ويكيات أخرى وويكيبيديات أخرى، ويكيات لأننا سنأخذ كذلك في عين الاعتبار القاموس وبعض الويكيات الأخرى، ليست فقط ويكيبيديا. وهذه هي وحدة الإرشاد، ربما بدأت في النشر على ويكيبيديا العربية بالخاصة بالمرشدين، وهي ستمكن المرشدين من وضع وضعية الإرشاد لديهم، أي سيكونوا إما نشيطين أو سيكونوا متغيبين. سنضع قائمة بكل المستخدمين الذين هم يقومون بإرشادهم وإلى غير ذلك. مهام أخرى سنقوم بإنشائها هي مهام مهيكلة، أي ستقوم هذه المهام المهيكلة بتفكيك كل عملية التعديل في ويكيبيديا إلى مجموعة من المهام، وهي مهام محددة وتقوم بشيء وحيد، ونجمع في الآخر كل هذه المهام لتجربة التعديل الكاملة. مثلا سنقوم باقتراح روابط في مقالات
لكل للويكيبيديين، ونسألهم هل هذا الرابط يجب أن يربط إلى تلك المقالة أم لا. حاليا وفي التجربة في أكثر من 10 ويكيبيديات ونريد أن أستاذ حبيب سأضيف لك دقيقتين انتهيت لا انتهيت شكرا جزيلا خلاصة أخيرة نعم شكرا جزيلا نعم شكرا جزيلا انتهيت من 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 العرض عذرا على الإطالة. للاتصال بي انا موجود في ويكيبيديا العربية تحت اسم مستخدم ديال 77 WMF او في صفحاتنا على ميديا ويكي جروث ونقاش جروث، وهنالك ايضا نيوزلتر لدينا يمكن الاشتراك فيها. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ حبيب مهني على هذه الإحاطة من المعرفة الخاصة بمشروع النمو ومتابعة تواجد الوافدين الجدد ومدى مساهمتهم. كذلك نشكر الأستاذ عباد على هذه الأرقام التي قدمها لنا بمعيتك. فقط إذا كان في تساؤلات أو استفهامات فيما يتعلق بالمداخلة، لا سيما وأنها تثير اهتمام كبير بالنسبة للوافدين، بالنسبة للذين يريدون الانخراط والمساهمة في هذا العالم المعرفي الكوني. قبل أن أشير إلى إن كانت هناك مداخلات أم أسئلة أم تعقيبات في هذا الموضوع، أريد أن أسأل أستاذ حبيب حول إشكالية دقيقة في مسألة العربي. عندما نتحدث عن إشكالية هذا النمو بين التواجد الوافدين الجدد وبين المساهمة في تفعيل المجتمع المعرفي الموسوعة، هل التواجد الذي يقول عتاد ارتفع رقمه ولكن هناك تراجع في المساهمة، هل هذا له علاقة بثقافة الإنتاج أم أن هناك ثقافة الاستهلاك هي سيدة في التعاطي مع مثل هذه الموسوعة، أم ما هو تقييمكم لهذا لوجود شعاع تصاعدي بالنسبة للتواجد ولكن تنازلي بالنسبة للمساهمة؟ شكرا جزيلا أخي كمال على هذا السؤال، هو سؤال جيد. نعم عاد سأتحدث عنه. المشكلة أو ربما سأتحدث عن تجربتي كمرشد في ويكيبيديا العربية أيضا، أنا من يقوم بإنشاء حساب جديد والوافدون الجدد لهم مهمة خاصة ومهمة محددة عندما يقومون بالتسجيل. ومن أكثر المهام الموجودة التي يريدون أن يقوموا بها في ويكيبيديا العربية هي إنشاء مقالات تخص يا إما مقالات عن أشخاص أو مقالات عن شركاتهم الذين أو شركاتهم أو يعني الهدف من إنشاء حساب هو الإنشاء مقالة تخصهم من قريب أو من بعيد. لكن المشكل أن عندما يقومون بإنشاء هذه المقالة تحذف أو لا يعرفون، ويقومون ويجدون أنفسهم محبطين، وهذا الإحباط هو سبب عزوفهم عن العودة إلى ويكيبيديا، لأن كان في منظورهم وفي سبب إنشاء الحساب هو فقط تلك المهمة. لذلك نريد عبر المزايا الجديدة أي أن نستقطبهم إلى أنواع أخرى من المهام، وفقط الابتعاد عن إنشاء المقالات الخاصة بالأشخاص أو بالشركات أو المقالات التي تكون ذات طابع دعاية أو إشهار. ذلك هو المشكل. إذا يأتون لهدف معين ويجدون أنه لا يستطيعون القيام بهذا الهدف أو تحقيق هذا الهدف، لذلك ينسحبون. نعم شكرا لك أستاذ حبيب مهني على هذه المداخلة. نعم فقط عاد نعم هذه اللوحة حاليا هي ربما تراها في على الشاشة، هي في ويكيبيديا بيتا، لكن في ويكيبيديا الحقيقية فقط توجد عفوا توجد فقط اللوحة الخاصة بالمرشدين، أي القائمة المرشدين فقط. سنضيف طبعا نحن حاليا في صدد
تجربة وإعداد هذه اللوحات التي ستأتي تباعا. لكن نعم شكرا، إذا الموجودة هي هنا لوحة المرشدين، تستطيع البحث. لم أقم بإبلاغ المرشدين كل المرشدين بهذه اللوحة في انتظار أن تتم إضافة بقية الوحدات. وشكرا عادل. شكرا حبيب على هذه المداخلة، شكرا كذلك على من هم يتابعونا. إذن البرنامج لازال متعودا لتقديم بقية الأعمال وبقية المداخلات واستئناف النقاش. نعود إليكم بعد 10 دقائق من الآن لاستكمال هذا البرنامج. نترككم مع فسحة استراحة ثم نعود من جديد.